البداية من فقرة ترغم كل شيء. لوحة عملاقة مصنوعة من الصابون، إنجاز جديد ممكن يساهم بإدخال قرية كفرمتة لكتاب جينيس. عملت مع رعية مارجا ورجوس ومار الياس بكفرمتة أكبر موزايك صابون، حوالي 35 ألف صابون استعملنا. حجم الموزايك طول 14 متر، عرض 9 أمتار. قدمنا الموزايك على جينيس للأرقام القياسية على أمل أن يدرسوها ونفوت مرة جديدة بكتاب جينيس. عملنا هيدا الموزايك لثلاث أهداف. أول هدف إنه نعلم الناس كيف بينعمل الصابون البلدي. الهدف الثاني إنه نجمع الشبيبة بالضيعة تيحسوا إنه عندهم انتماء فوق. ثالث هدف دعم بناء كنيسة مارجا ورجوس بكفرمتة. وليلي فقدوا الإيمان ببلدهم بقول لهم إنه نحن لبنان، كونوا الأمل. Believe in yourself and believe in Lebanon.